بابا كان اكتر شخص بيقول لي انتي جميله مالكيش دعوه باي حد كملي. كان لما حد بيأذيني بالكلام، كان مثلا حد يجي يقول لي انتي شكلك عامل كده ليه، انتي صوتك عامل كده ليه، انتي حصل معاكي ايه، انتي حصل معاكي حادث ولا لا. فكل الكلام ده يعني انا لو ما كانش حد مساعدني انا ما كنتش وصلت للي انا فيه دلوقتي، لان اقل كلمه من اي حد بتخلينا ما نكملش. يعني انا كانت اقل كلمه بتاثر فيا، وما كنتش حرفيا ممكن كنت اقعد بالاسبوع مش بخرج مش بنام بسبب كل اللي انا كنت بشوفه. بس كنت بفكر في كل كلمه بتتقالي. فانا طالعه النهارده ان انا اقول لكل الناس اللي بتحس بالشعور ده كملوا، انتوا احنا مش مختلفين، احنا زينا زي اي حد، دي حاجه من عند ربنا، وربنا بيرزق يعني كل واحد عنده ميزه معينه مش عند اي حد. يعني انا الحمد لله كل اي حد يعرفني بيقول لي انت جميله، فده شيء بيدل ان انا يعني مش كل حاجه الشكل. انت من جواكي، لا انت حددتي نفسك من جواكي انا حلوه، انا يعني انت بتقولي لنفسك انا جميله. انا بقول لنفسي ان انا جميله لان انا فعلا روحي جميله وما باذيش حد وبساعد الناس وما بحبش اشوف حد متضايق. فكل الصفات دي بتخليني ان انا اكمل، لان الشكل ده من عند ربنا واي حاجة من عند ربنا بتكون جميلة. كمان ده انعكس عليكي يا اسماء في الجامعة، عشان انت لما دخلتي الجامعة والتحقتي بكلية الحقوق واصريت على استكمال تعليمك وان انت عايزه تكوني ليكي شأن في المجتمع، ما استسلمتيش للتنمر وكلام الناس. انت مشهوره في الكليه، يمكن ليكي اسم شهره كمان مشهور بيه في كليتك. ما استسلمتش عشان حسيت ان اللي بيستسلم ده مش هيستفاد اي حاجه غير ان هو قاعد وبس. لكن انا التنمر اخدته بإيجابية، اخدت ان اي حد بيأذيني بيديني دافع ان انا اكمل. مش اي انا بزعل وبتضايق، لكن بفضل افكر واقول انا لازم اكمل، لازم اثبت للمجتمع كله ان انا زيهم مفيش اختلاف.